بيحصل في الشركة وتقدمي لي تقرير يومي بيه وتحط عينك على فريد. عايزك تراقبيه كويس قوي وتعرفي ايه النشاط اللي بيقوم بيه في الشركة. أهم حاجة إن الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك ومحدش ياخد باله. ها؟ ما تقلقش حضرتك، مش أول مرة أشتغل صحفية استقصائية. ايه تعملي ايه؟ ادخل. اهلا اهلا يا بطل. على فكرة علي ده املي ان الشركة والمصنع يكملوا وإن اسم دياب يفضل موجود حتى بعد أنا ما أموت. بعد الشر على حضرتك. طب ولزومه إيه بس الكلام ده يا جدي؟ ربنا يا رب يديك طولة العمر أنت وبابا. دي سنة الحياة يا ابني. أنا وأبوك خلاص رايحين. أنت ولينا المستقبل. لينا بنت شاطرة مجتهدة وأنا بثق فيها. بس مصيرها في يوم من الأيام تتجوز وتخلف. وساعتها هتبقى تاخد بالها على بيتها وولادها وجوزها. مش هيبقى الشغل أولوية بالنسبة لها. ومروان لسه صغير قدامه سنين علشان يعقل ويتحمل مسؤولية. على فكرة أنا عايز علي من النهاردة يشتغل في الشركة كل الأقسام، يعدي عليها قسم قسم. عايزه يتعلم وياخد خبرة عشان يوم ما يبقى رئيس مجلس إدارة يعرف يدير صح. هو بابا عارف بالكلام ده جدي؟ ايه السؤال البايخ اللي انت بتسأله ده؟ ايه انت بتشك بقرارات جدك ولا ايه؟ جدك لما يقول حاجة محدش يقدر يقول له لا حتى لو كان أبوك. هي الشركة دي اسمها ايه؟ دياب. يبقى خلاص. وتبقى تبلغني أخبار شغلك ايه؟ أنا ماشي، عايز حاجة؟ لا مع السلامة يا مستر محمود. أجي أوصل حضرتك؟ لا خليك أنت مرتاح. ماشي. اعمل ايه بعد دلوقتي بقى؟ هجيب لك مكتب من بكره واحطه لك هنا. ما تقلقش، سيب لي نفسك خالص وانا اظبط لك كل حاجه. ماشي، سيبنك نفسي خالص يا ستي. طبعا يا بختك هتبقى معايا في نفس المكتب ده. كده كده. طب بقول لك ايه، انا عايز اروح مكتب بابا، يعني مش عارف هو فين يعني بالظبط. ممكن بقى تشرحي لي عشان هتهد توهان النهارده؟ اتفضلي مستر علي، هوصلك بنفسي. مستر اتفضلي. انا شايفه ان داليا دي لازم تترفض. اكيد مش هنقعد كده ساكتين واحنا عارفين ان في بينا جاسوسه عماله تدور ورانا وتنقل اخبارنا. على العكس، رفض داليا فجاه كده ومن غير سبب مش حل. على العكس، ده هيثبت علينا الشبهات. محمود هيفهم كده ان احنا مخبيين حاجه وبنمشي البنت عشان ما تكشفناش. عارف دي حلها ايه؟ ايه؟ نسيبها خالص تدور وتعمل اللي هي عايزاه، وفي نفس الوقت نبقى متابعينها كويس، نلزق لها حد تثق فيه فتحكي له على كل حاجة فنعرف هي وصلت لإيه، وبكده نبقى مجهزين نفسنا وسابقينها بخطوة. أيوة بس داليا مش قريبة من حد هنا غير لينا، وأكيد أكيد لينا مش هي اللي هتلعب الدور ده. راجي بيه، فريد بيه، البت اللي كانت واقفه معاكوا هنا دي كانت بتتصنط على باب مكتب داليا. احنا عارفين بس ما معانا. اه والله؟ يعني هي راسيه على الدور ده من اوله؟ لا طبعا مش كل حاجه. يعني هي ما تعرفش ان انت مش علي، واوعى تقع بلسانك قدامها بكلمه. خلاص ماشي. طب انا بقى في مشكله كده وقعت فيها ومش عارف املس منها. مشكله ايه دي؟ جدي، قصدي يعني محمود بيه، عايز نشتغل في الشركة من بكرة. وانت قلت له ايه؟ قلتلوش حاجة، انا سبت الموضوع عايم كده لحد ما افهم انتوا ايه الدنيا عندكم. لا ما انت اكيد هتوافق، مش هينفع ترفض طلب لجدك محمود. وبعدين احنا هنستفيد منك في الشركة. تستفيدوا ازاي؟
مش فاهم اي حاجه في شغلكوا ده. اكيد يعني مش هستفيد بخبراتك الفذه في اداره الشركات. احنا كل اللي عايزه منك تقرب من داليا شويه، تخليها تحبك وتثق فيك. مش فاهم. مش مهم تفهم، المهم ان اي حاجه داليا تقولها لك بخصوص الشركه، يعني مثلا ملفات وقعت تحت ايديها، معلومه وصلت لها، تيجي تبلغنا بيها فورا. هو ايه اللي بيجرى في الشركه دي بالظبط؟ فهموني عشان اعرف انفعكم. اللي عايزك تفهمه ان محمود زي داليا تتجسس علينا. شطارتك بقى في الموضوع ده تعرف ايه اللي وصلت له قبل ما يوصل. راجل انا طهقت، وانا اطلع من تمثيليه اخش في تمثيليه تانيه؟ هو انا ايه بالظبط يا جماعه؟ انت هنا عشان تنفذ اللي انا بقوله وبس، فاهم؟ وطبعا لو فكرت ترفض انت عارف هنعمل فيك ايه. مساء الخير. اهلا يا كمال، تعالى. ايه يا عم مالك؟ انت تعبان؟ تعبان؟ يعني هلكان؟ لا انا مش فاهم الكلام ده. الصبح في الشركه وبالليل عمال اقرا في ورق وفي تقارير. لا 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 لا، انا كبرت على الكلام ده. ربنا يديك الصحه يا عمي. طب ما تخف على نفسك شويه وبلاش مشوار الشركه ده. عندك حق، أنا فعلا هعمل زي أنت ما بتقول كده. والبركة بداليا موجودة في الشركة وتبقى تقول لنا إيه اللي بيحصل أول بأول. بس برضه من وقت للتاني المفروض إني أباشر بنفسي. طمني، إيه الأخبار؟ أنا تمام. أخيرا وصلت للدكتور فوزي. طب كويس. جبت منه التقارير الطبية بتاعة العمال؟ لا. قال إنها مش معاه. يعني إيه مش معاه؟ مش ده دكتور المصنع؟ يعني المفروض ان الملفات بتاعه العمال اللي بتشتغل في المصنع موجوده عنده. لا ما عادش، ده ساب الشركه وقدم استقالته. سلم كل التقارير الطبيه الخاصه بالمصنع والعمال لراجي. ازاي بقى؟ اذا كنت انا سالت راجي وقال لي انه ما عندوش فكره عن التقارير دي، يبقى ازاي اديها له؟ لا الراجل ده كذاب. ده احتمال. الاحتمال التاني بقى يا عمي إن راجي يكون عارف كل اللي في التقارير. لما العمال عملوا مشاكل وحضرتك سألته بقى ما قدرش يقولك. لا كمان لا، أنا لا يمكن يدخل في دماغي إن راجي عنده علم بالموضوع ده. أكيد التعبان اللي اسمه فريد. مش عارف يا عمي، ما الحكاية برضه صعبة إنها توصل لمظاهرات، واللي بيدير الشركة نايم على ودانه. عارف يا كمال، راجي بقاله سنين شايل الشركه على دماغه لوحده. يعني انا ما اقدرش اتهمه الا اذا كان في دليل. طيب الدكتور فوزي ده ما قالكش اذا كان العمال الكلام اللي قالوه مظبوط ولا لا؟ الحقيقه انا حاولت ازنقه عشان اطلع منه المعلومه، ما عرفتش. عاش في دور شرف المهنه واسرار الشركه والمرضى وكلام من ده. معلومة، أنا بكرة هبعت واحد من معمل خاص غير معمل الشركة ياخد عينة من المصنع ويحللها، وساعتها بقى نشوف النتيجة هتكون إيه. لازم نتخلص من المادة دي وبسرعة. أنت عارف أنت بتتكلم في الكمية دي وبكام؟ عايز نرمي ملايين في الأرض عشان حضرتك خايف؟ أيوه خايف، عشان أنا اللي بكتب التقرير وأنا اللي بستف الورق، ولو في أي حاجة حصلت ما فوش المدفع معاك يا راجل. إيه؟ النهارده محمود بيه بعت خد عينه، بكره ليها هيئه الرقابه على الجوده فوق دماغي، وزاره بيئه جايه تفتش، تجاره وصناعه تخش المخازن، يعني وجع دماغ كتير جاي احنا مش قده. محدش هيجي غير لما اكون على علم بالموضوع قبلها. انا ليا ناس في كل مكان وانت عارف كده كويس. والدليل على كده ان انا بلغتك بالكيمياء اللي بعته محمود بيه قبل ما يجي. جمال شوف لي اي حل تاني غير ان انا اتخلص بالماده. وانا معاك. ما عنديش حل غير ده، وانا حذرتك قبل كده يا راجل بيه وقلت لك في دول اوروبيه كتير منع استيرادها،
حضرتك ما اقتنعتش هعمل ايه تاني؟ قول لي. خلاص يا جمال، سيبنا افكر واشوف حل. تمام، بس ارجوك ما تاخرش في التفكير، مش عايزين حد يمسك علينا اي حاجه. مالك في ايه؟ شديت شويه مع دليل. ليه؟ حسيت يا مالك ان هي مش مقدره الضغوط والظروف اللي انا فيها، كل همها ظبطها ازاي مع علي، وبتزن زن رهيب عايزين نخرج احنا الاربعه. طب والله فكره حلوه، او منه تبقي بتغيري جو، ومنه برضه ان احنا نبقى مع بعض. انا مش ضد الفكره، بس انا دلوقتي دماغي بجد مشغوله بألف حاجه، اكيد مش فايقه ان انا اقعد اظبط ما بين داليا وعلي. ايوه بس انت مش مضطره برضه تعملي مجهود اكسترا، يعني انت بس افتح لهم الطريق وهم احرار يعني. اه بمناسبه كلامنا بقى على علي، تخيلي قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قعدنا نتكلم يعني كلامه فيما معناه ان انت مش حاسه اي حاجه من ناحيتي، وكانه بيقول لي اصرف نظر عن الموضوع ده. اصلا علي قال لك كده؟ طب هو ايه اللي فتح الكلام ما بينكم؟ لا عادي كنا بنتكلم والكلام جاب بعضه. والله انا مش عارفه علي جاب الكلام ده منين، ومش عارفه برضه ازاي بيتدخل في حاجه ما تخصهوش. لا لينا، انا مش قصدي اعمل مشاكل ما بينكم، انا بحكي لك اللي حصل عادي. وبعدين انا مقدر ان هو قلقان عليكي، هو برضه ما يعرفنيش كويس ولا يعرف انت عندي ايه. بس انا بقى ينفع اطلب منك طلب؟ اكيد ينفع. ما تدخليش حد ما بيننا، يعني لو حاسه باي حاجه تعالي قوليها لنا. الاخبار خلصتي شغل؟ لا قدامي لسه شويه حاجات، بس لو محتاجه حاجه قولي لي اعملها لك. لا عشان خلصت شغل فبفكر اخدك ونتغدى بره. لا خليها يوم تاني. طيب بصي بقى، انا مش همشي النهارده غير لما اتاكد ان انت خلاص مش زعلانه مني. انا بجد عارفه انا اتعصبت عليكي، انا ما كنتش اقصد، بس انا ستريسد قوي من الشغل ومن اللي بيحصل انت عارفه، وجت فيك انت بقى. سوري ما دخلتش برضو. انت اتعصبتي عليا كده ازاي؟ بس انا برضو غلطانه، يعني ما كانش ينفع اتكلم في حاجات بيرسونال جوه الشغل. ما تقوليش كده يا داليا، ما فيش حاجه اسمها بيرسونال ومش بيرسونال ما بيني انا وانت، جوه الشغل او بره الشغل انا مش عايزه اي حاجه تتغير. خلاص بقى انا عشان اعوضك نخرج احنا الاربعه. وانت هنا انا عمال ادور عليكي، انا مروح. هتروحي معايا؟ هجيب شنطتي. ماشي يلا، سلام يا دالي. اشوفك بكره. ماشي. ساكته ليه؟ هو انت ازاي علي تتدخل في حاجه تخصني من غير ما تستاذني؟ تكلمي عن ايه؟ انا مش فاهم حاجه. بتكلم على حوار مالك. انا ما قصدتش اتدخل في ماليش فيه، بس انا بصراحه كده خايف عليكي من اللي اسمه مالك ده. هو بيحاول يتقرب لك عشان يترقى في الشركه. مش من حقك يا علي، مش من حقك تعتبر نفسك واصي عليا، ولا انت ولا غيرك. انا حتى مامي وبابي مش بيتدخلوا في حياتي بالطريقه اللي انت بتتدخل بيها دي. ماشي انا غلطان يعني عشان خفت عليك. انا اسف يا ستي، حقك عليا، مش هخاف عليكي تاني. بقول لك يا رامز، ممكن توقفني على جنب بعد اذنك؟ هو انت مش هتروح البيت؟ لا انا هتمشى شويه وارجع بمعرفتي. طب رامز استنى، لو بابي سالك عليا قول له ان انا مع علي. اسفه يا علي، انا عماله اعك الدنيا مع كل الناس القريبه مني الفتره دي ومش عارفه مالي. انا اللي اسف. مفيش اسف بين الاخوات مش كده؟ كده. طب يلا كلمي رامز عشان يرجع ياخد. لا يا علي انا عايزه اروح معاك. تروحي معايا فين؟ انا هتمشى شويه وبعدين مش عارفه اروح فين. مش مشكله هتمشى معاك. ماشي. بقول لك تيجي نكلم مروان ونشوفه فين؟ لو كده نخرج احنا الثلاثه سوا. فكره جميله قوي. كلمي. ماشي. سارة لما يجي المورد فكريني أقول له يجيب لنا سارة ولا مو. حاضر.
فين عطية ورزق؟ عطية ورزق بيخزنوا سمات في المخزن ورا، زمانهم راجعين دلوقتي. طب أول ما يجوا عايزاهم ضروري. حاضر. إيه ده؟ مين دول؟ مش عارفة. أنتِ مدام إلهام؟ أيوة أنا، أنتوا مين؟ إحنا عمال المصنع اللي راجل بيه جوزك اتسبب في أذانه ومش عايز يعالجنا. وأنا إيه اللي مطلوب مني بالظبط؟ خير يا مدام، مطلوب من حضرتك تتوسط لنا عند راجل بيه يدينا حقنا اللي عنده. وسع يا جدع أنت وهو، وسع. في إيه يا عم، عايزين إيه؟ وانت مالك انت؟ احنا جايين بيت ابوك. اتكلم بأدب. ايدك تحت. بقولك اتكلم بأدب واطلع بره. يلا. مش هطلع من هنا الا باخد حقي. بس بس يلا بره. بس بس يا عم انت وهو، في ايه؟ مش كده؟ الله، في ايه يا الهام؟ اتصل بالبوليس يا اسامه. بوليس؟ احنا فينا من الحركات دي يا مدام؟ ده لو كده يبقى علينا وعلى اعدائنا، هي موتة والله اكتر. ماسك انت التليفون ومولع الدنيا تصوير. الصور مكان حلو صراحه. كان شكله حلو. ممكن اجي اصور سيني ولا اي حاجه؟ يعني ايه سين؟ اجي اصور مشهد يعني. ايه ده؟ وانت فنان؟ انا بدرس اخراج في الجامعه الامريكيه. لا والله. والله. طب انت عارف ان انا كمان فنان؟ فنان بتعمل ايه؟ بتخرج؟ لا انا يعني قدمت كتير في مسابقات النجوم بتاعت الغنى دي، بس ما كانوش بيدخلوني من بره. ما كنتش بتكسب يعني تخش المسابقة وكده؟ لا ما كانوش بيدخلوني من بره، من عند الأمن أساساً. أصلا؟ طب أنت بتعرف تغني بجد يا علي؟ الدمعة صعبة بس برضو الضحكة صعب. تمام. وأنا لما بضحك صدقوني بجد بتعب. تمام. ويا دوب ثواني وترجع الأحزان تاخدني، طبع الحياة ده ولا أنا اللي شربت مقلاب؟ هايل. خطير صراحة. خطير. يا ريس لف بينا والنبي وارجع المرسى. قصدك إيه يعني بلف بينا وارجع المرسى؟ عادي تعالوا نصور. تيجي نصور؟ يلا ماشي. بس بقول لك ايه والله بلاش بلاش وش وحش علينا التصوير ده والله. يا عم هنتصور صوره مع بعض. معلش يا مروان والله الله يكرمك، وش وحش علينا، مش هيبقى بحر ونهر. يلا يا علي، يلا يا علي، يلا نصور. ماشي بس خلي بالك بقى ما تطلعيش ما تطرفيش نفسك. لا ما تخافش مش هضطر. قربي يا لينا. لا بلاش الحاجات دي والنبي. معلش ده مش شكل الصور. يا عم شكلي ايه بس؟ تصور. يلا ما هو ما ينفعش الطريقه دي، احنا كده مش هنعرف. الراجل ما بيردش. ماشي خليك ورا الغيطه معانا. يعني لو الكلام اللي انتوا بتقولوه ده صح يبقى معاكوا حق، بس مش هنا. ما ينفعش تيجوا لغايه هنا وتخوفوا مدام الهام بالطريقه دي. هي ملهاش دعوه باي حاجه بتحصل في المصنع. ملهاش اي دعوه ليه يا بيه؟ مش مرات راجي بيه وبنت محمود بيه، يعني عارفه كل حاجه وموالسه معاهم كمان. الموضوع لسه بيتحقق فيه. طب حققي كده حضرتك في وشنا وفي الامراض اللي بقينا فيها، بص لنا كويس يا عالم يا زلمه. بس بس لحد كده وخلاص بقى. انتوا كده غلطتوا جدا، ولو البوليس جه دلوقتي كلكم على بعضكم كده هتروحوا في 60 دقيقه. انا كنت بكلمكم بالذوق، بس الذوق كده بعد اللي انتوا عملتوه خلص خلاص. وتفضلوا بره بقى بدل ما اقلب لكم على الوش التاني. يلا اتفضلوا. اتفضل. يلا 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 سارة هديلي كوبايه ميه. حاضر حاضر. تعالي اقعدي. تقلقيش خلاص يا الهام، اهدي خلاص. مشوا. اهدى ازاي؟ افرض رجعوا تاني هعمل ايه؟ مش هيرجعوا خلاص، هيخافوا طبعا. هاتي الميه. الراجل يرد عليكي؟ للأسف ما بيردش. عاملة ايه دلوقتي؟ أحسن الحمد لله. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على وقفتك معايا. لولاك ما كنتش عارفة أتصرف. الهام أنا مش عاوزك تقلقي.
طول ما انا موجود محدش يقدر يأذيكي. تمام يا فندم. الحاجه دي بتقول انها معاها ميعاد مع سعادتك. اتفضلي يا حاجه عليها. اتفضلي. اقعدي. اقفل الباب وراك يا ابني. تحت امرك يا فندم. انا اللي هو السابق كمال اللي كلمت حضرتك في التليفون. اهلا وسهلا يا فندم. انا مش فاهمه حاجه. هو في حاجه انا عملتها حضرتك؟ ولا اي حاجه. كمال بيه كان عايز يعرف منك شويه معلومات عن اخوكي طلعت موافي. الله يرحمه. هو عمل حاجه؟ هيعمل ايه بس هو ميت؟ احنا كنا عايزين نعرف اخو حضرتك طلعت كان عنده ولاد ولا لا؟ هو خلف مره واحده بس ابنه مات بعد كام شهر من الولاده. ياسر ربنا يرحمه هو وابوه ويرحم امه مرات اخويا طلعت. ما استحملتش موت ياسر وعدت بازمه نفسيه وحشه قوي. طلعت منها بعد كام سنه وحاولت هي واخويا يجيبوا اطفال اكتر من مره بس ربك ما اذنش. من كتر زعلها على حالها اتقهرت وماتت وسابت اخويا طلعت في الدنيا دي لوحده لحد ما ربنا افتكره وجاورها في المدافن. سامع، تعرفي مين ده يا مدام عليا؟ لا معرفوش. مين ده؟ ده ولد كانت بناه اخو حضرتك طلعت واداله اسم ابنه اللي مات ياسر. الكلام ده مش مظبوط. الشاب ده لا اخويا اتبناه ولا نعرفه اصلا. الموضوع ده في حاجه غلط يا سامح. انا برضو حاسس بكده. اللي يخلي واحد يتبنى طفله يخبى عن اخته الوحيده؟ المفروض انه عايش 20 سنه مع طلعت لحد ما كبر. ازاي صاحب العماره ما شافوش حتى مره واحده وهو طالع ولا نازل؟ لا. الو؟ ايوه يا الهام. ايه؟ طيب انا جاي حل. ايه خير في ايه؟ ده شويه عمال من المصنع اتهجموا على الهام في المشتل بتاعها. طيب استنى انا جاي معاك. يلا شغل لنا حاجه يا ريس بقى شعبي بقى. كل يسكت اسمعوا اللي استجين ولعوا كل يقف جنب بعضه وايديه تربعوا. يلا نور يلا نور بس يلا يلا اتطلق يلا فوق. ايوه وعن كل انك مفتوح والله اكرم فيك يا دوب. يلا يا لينا يلا يا مروان. يلا بس واحد يقول لنا سنتر اقنعهم ان هم يمشوا. يعني ما عملوش حاجه؟ ما ضربوش حد؟ ما كسروش حاجه؟ لا الحمد لله مشوا زي ما جم. الحمد لله انك بخير يا الهام. انا مش عايزه بابا يعرف حاجه كمان، مش عايزاه يتخض، هو مش ناقص. حاضر يا الهام. الهام حبيبتي انت كويسه؟ الحمد لله. كان موقف صعب قوي عمري ما تعرضت له في حياتي يا راجل. الحمد لله انك بخير. حضرتك نقيب سامح عبد الحميد. وحضرتك
لواء سابق فريد منصور، مدير أمن شركة دياب للكيماويات. أهلا وسهلا. يا أهلا بك. طيب إحنا ممكن دلوقتي نتحرك على الاسم التابع للمشتل وتقدروا تقدموا بلاغ ضد العمال اللي عملوا كده، وأنا عن نفسي هوصي الضابط اللي هناك إنه يخلص لكم الإجراءات على طول. لا مفيش داعي، طالما إلهام بخير خلاص، ملوش لزوم نعمل شوشرة على الفاضي يعني. اللي تشوفوه. وأنا برضو تحت أمركم لو غيرتوا رأيكم وحبيتوا تمشوا في الإجراءات القانونية. بعد إذن سعادتك أنا لازم أرجع المكتب دلوقتي. استنى يا سامح، أنا جاي معاك، هكلمك في التليفون عشان أطمن عليكي. ميرسي قوي يا كمال، تعبتك معايا. السلام عليكم. السلام. أخرج يا فريد ورا النقيب ده، حذره بطريقتك أنا ما أتصرفش أي تصرف يكبر الموضوع، إحنا مش ناقصين. ما تقلقش. بعد إذنكم. الحمد لله على السلامة يا مدام إلهام. الله يسلمك. ممكن تسيبينا شوية؟ طبعا. دي اللي خلاك تكلمي كمال؟ أنا كنت جاي في السكة. اللي خلاني أكلم كمال إن حضرتك ما ردتش عليا في الأول. أنت مش متخيل كان ممكن يحصل إيه؟ مش عايز أتخيل يا إلهام، مش عايز. وبعدين انسي كمال أهو، جاي يجرر معاه ظابط ما نعرفوش. ممكن يتصرف أي تصرف غبي إحنا في غنى عنه. مش قادر تستني لحد ما أرد عليكي؟ هو ده كل اللي يهمك؟ انت مش عارف حالتي كانت عامله ازاي. ولو يا الهام، احنا في وقت حساس وابن عمك ده ما بيصدق يمسك حاجه ويعمل لنا منها حكايه. الهام الهام، انا اسف، ما كانش له داعي ان انا اتفاعل عليك كده، بس معلش اعصابي تعبان. شوف حل مع نفسك يا راجل عشان عصبيتك ومعاملتك بقت اوفر. اوعدك يا الهام هلاقي حل وبسرعه. طمني، اللي حصل من عمان النهارده مش هيتكرر تاني. اسف حبيبتي. شكر. معاك. وراح. يسلمك طيبين. خلي بقى عشان خاطر. طيب يا سيدي يديك العافيه يا رب. يبارك لنا فيك. انا ساعات لما كنت بفكر في ان علي اختفى وبعد عننا كنت بقول لنفسي اكيد ورا ده في سبب، في حاجة كويسة. انا قصدك اللي هو يعني بيأكلنا دورة وكده؟ لا يا حبيبي. بعدك عنينا يا علي خلاك مميز. بقيت تشوف الدنيا بعين غير عيننا وروان. بقيت حاسة دلوقتي ان احنا بقينا نكمل بعض. طيب يا جماعة، اول ما تخلصوا الفيلم ده بقى بقولوا لي عشان انا ماليش في الدراما. يا عم ده تعالى. ما تجيش معايا. ايه يا بابي؟ ليه يا بابي ده؟ بابي عصبي جدا وعايزين نرجع البيت حالا. يلا يلا يلا. في ايه بقى؟ استعجلتنا ليه عشان نرجع؟ كنت فين؟ في ايه يا بابا؟ يعني اظن احنا كبرنا على الحاجات دي، نروح فين وما نروحش فين ولا خلاص عدينا المرحلة يعني. في ناس عمال من المصنع النهارده تهجموا على مامتكوا في السنتر. ايه؟ حصل لها حاجة؟ لا الحمد لله حصل خير، بس كان ممكن يحصل لها، عشان كده لو حد طلع عليكم وانتوا لوحدكم مش هتعرفوا تتصرفوا. طب يا ماما فين دلوقتي؟ فوق بتستريح في اوضتها. طيب يا بابي انا هطلع اطمن عليها. طب وبعدين بقى؟ الموضوع كده عمال يكبر، الحكاية ما بقتش ناس عملت ثورة وخلصت خلاص، لا ده الموضوع وصل لحد السنتر ومش بعيد يجي لحد هنا. انا مش ساكت، انا مستني اعرف بس مين اللي ورا الموضوع ده وبعد كده هتعامل معاهم، بس لحد ما ده يحصل كل واحد يخلي باله من نفسه، وانت بالذات خف سهر شويه. يعني هتحبس كمان؟ اطلع اطمن على الهام. يلا. كنت عامل كام من نفسي؟ احنا نحط بادي جارد على الجاردن سنتر عشان لو حاولوا يقربوا يتعامل معاهم. ما تهيأليش ان احنا هنحتاج نعمل حاجه كده. اتفضل. تعال يا حبيبي تعال. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. وشك مخطوفه قوي، انت بخير؟ طول ما انا شايفاكوا قدامي وفي حضني يبقى انا بخير. طب بقول لك ايه؟ انا مش سيبك تروح المشتل ده تاني لوحدك، عشان لو اي حد تعرض لك اعرف اقفله. يا حبيبي انا عايزك معايا على طول، بس انت لازم تبتدي شغلك في الشركه، وعارف قد ايه جدك هتتامل عليك.
لا بس لما جدي يعرف اللي حصل اكيد هيسيبني اجي معاكي وما اروحش الشركه لحد ما الدنيا تهدى. بس لا 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 لا، انا مش عايزه جدكم يعرف اي حاجه عن اللي حصل. انا عايزه كل واحد فيكم حياته تمشي عادي خالص ولا كان حاجه حصل. اتفقنا؟ قولوا لي بقى انتوا كنتوا فين. كمال انت قصدك ايه؟ والله يا عمي انا كنت متردد ان انا اقولك، بس بعد الكلام اللي قالته الست عليا انا ابتديت اشك في علي. افرض انه طلع نصاب ويقدر يضحك علينا المده دي كلها. نصاب؟ الكلام اللي انت بتقوله ده، طب وتحليل الدي ان ايه اللي اثبت انه ابننا؟ مش عارف، احنا ما قدمناش غير طريقه واحده بس هي اللي تقطع الشك باليقين. ايه هي؟ نعمل تحليل دي ان ايه جديد من غير ما حد يعرف ولا يحس. خليك تعالي. صباح الخير.